السيد الرئيس أيضا قام بتكريم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية، خلينا نشوف. نبدأ التكريم بأبناء شهدائنا من رجال القوات المسلحة. اسم الشهيد عميد أركان حرب خالد أحمد علاء الدين علي. ما تحسش ابدا بوجوده مع انه قريب، وفي حد يفارق ويسيبنا انما بيعيش جوه قلوبنا، وتغيب الشمس انما اسمه عمره ما بيغيب. في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش، واللي انت اكيد سايبه ما بيننا تتلني سيام. فرحت كتير واوجه درنا أصلي ما فيش في الدنيا دي أغلى من روح إنسان، وعشان أجيال بعدنا جايين يفضلوا فاكريني يفضلوا عارفين، وعشانك حتة منا وعشان تفضل ما بينا يفضل اسمك معنا سنين وسنين، وعشان أجيال بعدنا عميد أركان حرب محمد محمود محمد عبد المتجلي. في حد ساعات بيكون جنبك وما بتشوفهوش، ما تحسش أبدا بوجوده مع إنه قريب، وفي حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوه قلوبنا، بتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب. في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش، واللي انت أكيد سايبه ما بيننا تتلني سيام. فرحت كتير وأوجه درنا ومعك هنكمل مشوار، أصلي ما فيش في الدنيا دي أغلى من روح إنسان، وعشان أجيال فاكريني يفضلوا عارفين، وعشانك حتى منا وعشانك
اسم الشهيد رقيب أول إسلام أحمد زاهي أحمد. محمد عاطف إسماعيل بسيوني شعلة.